السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو مدهش من لبنان، وزير الصحة يكافح كورونا بالرقص وسط الحشود. هاي صورة من المقطع إخواني. حظى مقطع فيديو بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وثق وزير الصحة اللبناني وهو يرقص ضمن مجموعة كبيرة في أحد المناسبات في وقت يشهد فيروس كورونا انتشار في البلاد. وتزامن رقص وزير الصحة اللبناني في اليوم الذي سجل فيه بلاده 51 إصابة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة منذ أسابيع، حيث ظهر محمولا على الأكتف ويرقص مكرما لنجاحه في مكافحة وباء كورونا في بلدته ومنطقته بعلبك وسط حشد كبير من الأشخاص. واستغرب العديد من اللبنانيين تصرف وزير الصحة، لا سيما وأن توصيات وزارة الصحة والمؤسسات المعنية ما تزال سارية وتدعو المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية من الوباء وتفادي التجمعات والاختلاط، وهي الإرشادات والتعليمات التي لطالما دعا إليها وزير الصحة بنفسه طول الأشهر الماضية، مؤكد أن لبنان نجح في خطة مواجهة الكورونا. هذا الفيديو إخواني. هذا الفيديو إخواني هو عم يرقص وزير الصحة وبيحتفل. استغراب عجيب من رواد التواصل الاجتماعي. يعني هيك برأيكم ما بيصير فيروس كورونا؟ ادرك. وأثار الفيديو الذي انتشر في لبنان انتقاد واسع وسخرية من قبل المواطنين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن بعض المشاركين يضع الكمامات والبعض الآخر غير ملتزم بأي إجراءات. وقال حسن في احتفال تكريمه أن وزارة الصحة العامة ورغم ضعف الإمكانيات تحولت مرجعية عالمية طبية بامتياز، تحملنا المسؤولية فكانت النموذج العالمي اقتناعنا أن ما نقوم به هو الصح. وما زلنا عند 51 إصابة اليوم، 32 منها من الاغتراب، وأعرف كم هو صعب هذا التحدي، وعلينا تحمل المسؤولية بأن نكمل المشوار. وأضاف: حققنا نقاطا متقدما بشهادة عالمية لكننا لم ننتهي في الثانية. من يوليو تموز هناك عودة لأبنائنا من الاغتراب، وعلينا الالتزام بالإرشادات الاحترازية التي كانت مؤلمة، لكن ما هو مهم هو الصحة والأمان. إخواني هذا كان الفيديو اليوم، أخبار لبنان. لا تنسوا إن أعجبكم الفيديو الاشتراك بالقناة وتضغطوا زر اللايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.